الناس الموجوده في الاستاد النهارده، في ايجابيات وفي سلبيات. طبعا الايجابيات النهارده انك انت تتصدر المجموعه بتاعتك برصيد 9 نقاط بدون هزيمه لاي مباراه، ده شيء ايجابي. ولا هدف يخش في مرماك، انك تطلع مفيش ولا هدف داخل مرماك في الثلاث مباريات، زيمبابوي والكونغو واوغندا، ده شيء ايجابي. النهارده عندك محمد صلاح بيحرز الهدف الثاني برغم انه ما حرزش الهدف الاولاني في الاول مباراه، بيحرز في المباراه الثانيه والثالثه. عندك المحمدي بيحرز هدفين وهو بيلعب في الدفاع، ده برضو شيء ايجابي. عندك في ايجابيات، لكن السلبيات بقى اللي عايزين نتكلم عنها، عشان انت دلوقتي في فتره ممكن لما يبقى عندك اخطاء تصلح، ممكن لا قدر الله تعادلت او خسرت تقدر تعوض في اول 3 ماتشات وتتصدر بعد كده، لكن انت تدخل بقى في مرحله ممنوع فيها الاخطاء، ممنوع فيها السلبيات. انا حاسس ان اجيري وكوبر في الحته دي يمكن كوبر كان عنده البديل كمان قاعد تحت بره، يمكن عنده دكه. لا كوبر، انا حاسس هنا ان انا ما عنديش دكه كمان. كوبر تحسسني ان هيحصل فرق لما اللعيب ده هينزل. يعني انت مش مستني يعني حتى لو كهربا مثلا ايام ما كان موجود. كهربا نزل خلص ماتش المغرب فاكر، أيوه الكره أيوه اللي دخل واشترك وجاب جول. ما عندناش برده فنيات العاليه اللي هي جنب تريزيجيه وصلاح، وبقينا مستنيين السرعه بتاعه صلاح او المناوره بتاعه تريزيجيه. حتى لما ايمن اشرف عمل كره عالميه ودخل جوه ولعبها بالعرض بكل وحيده، يعني احنا ما كررناهاش لا من ناحيه اليمين ولا من ناحيه الشمال. ما هو ده بس اللي انا، ما هو ده اللي انا بس هي دي اللي انا هجي لها بس اصل هنتكلم عن الايجابيات والسلبيات، احنا لسه ما هي انا عايز اقارن ما بين اجيري وما بين كوبر. لكن انا بتكلم انت بتقول ان يعني هل في شكل، هل انت حاسس ان في شكل لمنتخبنا؟ كوبر كان دي شكل كلنا الشعب المصري كله انتقدوا فيه صح. لكن هو كان متمسك بيه، وخلي بالك كان ناجح بالاسلوب اللي هو بيلعب بيه، كان منظم دفاعيا وكانت الخطوط متقاربه ما بين خط الدفاع ما بين الوسط ما بين المهاجم، وكان بيعتمد في كل المباريات حتى لو بيلاعب فرقه ضعيفه ممكن اغير طريقه لعبي واضغط من قدام، لكن هو محتفظ بالشكل ده خلال السنتين ولا 3 سنين اللي تولى فيهم قياده منتخب مصر. وصلنا كاس عالم ووصلنا نهائي افريقيا ونصف نهائي افريقيا، حقق اللي كوها عايز يوصل بيه بالطريقه دي. كان دايما الخطوط متقاربه، بيقفل الاطراف بشكل كويس، كان محمد صلاح ما بيعلقش، كان دايما بتلاقيه كان مع الباك رايت كان محمد او احمد فتحي واللي بيلعب، وكان تريزيجيه دايما بيرجع يعمل التغطيه مع الباك ليفت ويقفل نص الملعب ويبدا الانطلاقات بتاعت محمد صلاح اللي يشتغل في 70 80 متر، وتريزيجيه نفس الكلام. وكان مروان يعني كان بيعمل مجهود كبير وهو ساعتها مهاجم. بنقول على مروان بيلعب سيرد باك ثالث. لا وخلي بالك لما كنا منظمين دفاعيا كان الايجابيه بقى فيها ان مفيش فرقه تقدر تعمل عليك فرصه. بالظبط انت طول ما الكره قدامي خلاص هو بينقل بديله الاستحواذ تدوير الكره ما عنديش مشكله، لكن انا واقف صح ما فيش عندي ثغرات في خط ظهري يقدر يشتغل. النهارده اللي بختلف فيه مع اجيري او اللي انا مش شايفه مع اجيري، هل لما قالوا اجيري بيلعب كره هجوميه، انا صراحه مش شايف كره هجوميه. كره هجوميه يبقى زي رينار بتاع منتخب المغرب، يبقى بعمل ضغط عالي عشان اقدر استخلص كره واقدر اعمل الاستحواذ. النهارده ما فيش ضغط عالي منتخب مصر. طيب الضغط العالي مفيش ضغط عليه، يبقى اذا مفيش استحواذ. النهارده ما شفتش في خلال 90 دقيقه غير من الدقيقه 37 في الشوط الاول للدقيقه 45 بدا الشكل يتحسن الى حد ما، لكن خلال المباراه ما شفتش عمليه الاستحواذ حتى لو دقيقتين ثلاثه ان الكوره يتم يعني نقل الكوره من الرجل تدوير الكوره حتى اللي هو اسمه